بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى مع كورس الفاونديشنز انجينيرينج 2، برضك استكمالا للايزوليتد فوتينج المعرضة لوان دايركشن مومنت. عايزين نكمل التصميم بتاعها واحنا في الجزء السادس من شابتر 2. احنا طبعا قبل كده طمنا جبنا ديبس مقاوم للمومنت كويس جدا، وجبنا ديبس مقاوم للشير، وديبس مقاوم للبانشينج. كما في الاول خالص جبنا مين؟ جبنا القاعده الدايمنشن بتاعتها اللي تقاوم او بتدي ستريسز على السويل يكون اقل من الكيونت الاول عشان ما يحصلش انهار. فالخطوه اللي هنتكلم فيها النهارده اللي هي هنجيب مساحه الحديد. طبعا مساحه الحديد طالما انا عندي 2 مومنت يبقى انا هجيب مساحتين للحديد. المساحه الاولانيه ام اي على جي في الدي اي في اف ييلد، اما المساحه الثانيه عباره عن ام 2 اي في جي في الدي اي في اف ييلد. المينيمم بتاعي بالنسبه للدي اي او بالنسبه للاري اس اي 0.0015 في 100 في الدي اي، والاري اس المينيمم الثانيه 0.0 برضك 15 في 100 في الدي 2 اي، ومفروض ان انا باخد الكبير فيهم. بعد كده ابتدي اختار بقى نمبر اوف بارز اند الدايمتر بتاعه البارز. وطبعا زي ما اتعلمنا قبل كده ان اقل قطر في الفاونديشن عباره عن فاي 12، واقل عدد هو 5، وازيد عدد هما 10 في المتر. طيب كده انا جبت الحديد، عايز اعرف شكله، هل هعمله U شيب ولا L شيب؟ فنعرف الكلام ده منين؟ بنجيب ال L دي اللي عباره عن 60 في الفاي، والاتجاه الثاني عباره عن 60 برضك في الدي 2 اي، واقارنهم هنا بمين؟ هنا هقارنه بالسي اي، وهنا هقارنه بمين؟ بالسي 2 اي. والله لقيت ان ال L بتاعت ال سي اي ديت اكبر من الدي اي، فممكن نستخدم ال L شيب، اما لو لقيناه اصغر فبنستخدم ال U شيب. طيب في نقطه بس تخلي بالك منها، ان انت عندك دي القاعده بتاعتك قاعده مالها مستطيله. القاعده المستطيله بيفضل ان انت تبتدي تركز الحديد بتاعك في مسافه بي، يعني لو القاعده طولها ال وبي فاحنا بنركز الحديد هنا هوت في مسافه اسمها بي، يعني نفس المسافه دي، وبقيه الحديد يتحط في الاتجاهين الايه؟ الاخرين، يعني الناحيه دي والناحيه دي. طيب اخد قد ايه من الحديد احطه في الحته ديت، او النسبه بتاعته قد ايه؟ فبنقول ايه؟ ان الرينفورسد كونكريت او كونفورسد الحديد، يعني رينفورسمنت يعني اللي هو الحديد بتاعي، ان باندويث هو ده الباندويث بتاعي على التوتال رينفورسمنت ان شورت دايركشن في اللي هو في الاتجاه القصير عباره عن 2 على مين؟ على بيتا زائد 1. طب ايه بيتا ديت؟ بيتا دي ما هي الا اللونج سايد فوتنج، يعني ال ال على مين؟ على الشورت اللي هي مين؟ بي في الحاله دي. اما اجيب البيتا واعوض هنا هيطلع لي مين؟ هيطلع لي الحديد اللي انا هحطه فين؟ في الاتجاه ده، او نسبه الحديد اللي هيتحط فين؟ في الاتجاه دوت. امال الباقي يعني طلع مثلا 90%، خلاص احط 90% هنا، ال 10% يتحطوا في الجزئين الاخرين دولت. طيب اخر خطوه بقى، ودي اهم خطوه طبعا، ان احنا نبتدي نرسم الديتيل بتاعه القاعده. زي ما انت شايف الديتيل بتاع القاعده ده الحديد بتاعي اللي هو الاري اس اي، اما ده الحديد الاري اس 2 اي، وابتدي احط بقى ال ال والال بتاعت الرينفورسنج كونكريت والال بتاعت البلين كونكريت، وهنا البي بتاع الرينفورسمنت والبي بتاعت البلين كونكريت. ده سمك الخرسانه العاديه وده سمك الخرسانه المسلحه ايا كانت، وببتدي اعمل الاشاره بتاعت الحديد. وقلنا الاشاره بتاعت العمود بتبقى طولها 1 متر، المفروض تبقى 60 فاي او 1 متر، احنا بناخدها ايه 1 متر غالبا. وده الحديد بتاعي في الاتجاه دوت والحديد في الاتجاه الثاني. وبكده يبقى احنا خلصنا تصميم الايزوليتد فوتنج المعرضه لعزم في اتجاه واحد، وده نوع من انواع الاكسنتريك فورس. ان شاء الله الاجزاء القادمه هنتكلم على برضك اكسنتريك فورس بس نوع تاني من المومنت. شكرا.